أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. شاهد مران المنتخب تدريبات بدنية ثم تقييمية قوية للاعبين. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكد أن منتخب مصر يسعى لحسم صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. وقال فيتوريا أن بعض اللاعبين بيعانوا من الإجهاد ولن ندفع إلا بالجاهزين بنسبة 100%. المنتخب الأولمبي لكرة القدم أدى تدريبه الثنائي بالإسكندرية استعداداً للقاء الودي مع غانا في معسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل. ومنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ودع بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي بالخسارة من الكويت بنتيجة 6-2 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في دور الثمانية. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بيدرس منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر اللي هيبدأ في الفريق مشواره بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور الـ 32 بالبطولة. وبيستعد الأهلي وكمان بيمتلك عدد كبير من اللاعبين اللي ما شاركوش في الفريق بشكل منتظم الفترة اللي فاتت بسبب طبعا ضغط المباريات. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق استعداداً للقاء فرقه المقبل في كأس مصر. شهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب بجانب طبعاً شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها في المران. المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش تغلب على المنتخب الأسترالي امبارح بنتيجة 4-0 وده في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة بالهند خلال الفترة ما بين 13 ل 17 يونيو الجاري. الدولي المصري محمد صلاح تواجد على رأس التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى وده بعد ما قدم نجمنا المصري مستويات متميزة في الموسم اللي خلص مع ليفربول سواء محليا أو قاريا. وفقا لشبكة سوفا سكور العالمية فإن محمد صلاح تواجد في التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة بتقييم بلغ 7.15 درجة كتقييم فني لمستواه في الموسم اللي فات. البرازيلي الدولي أليسون باكر حصل على جائزة لاعب العام في نادي ليفربول بتصويت الجماهير للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز وده طبعا بعد ما احتل صدارة استطلاع الرأي. خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع منة وشاذلي. شكرا لك يا هلا.